بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الكرهبة هذه ميغان دو صار لها مشكل في الاوتوروت، كونها مولاها قال عملت صوت وبعث لي ولد تكسيلاري افون وحدها. مش شوفوا شنو اللي صار في الموتور، لكن ماذا بيا نقدم نصيحة للناس اللي سلهم ديفو كما هذا في أي كرهبة، يعني في أي سيارة، سواء في ميغان، في بيجو، في رينو، في مرسيدس، في أي كرهبة، فما حاجة اسمها الموتور يولي يخدم بالزيت، ما عادش يخدم بالمازوت. إذا كان يشرق أو يتكسر تيربو ولا يشرب الزيت، أو إذا كان أي واحد مثلا نسير له الموضوع هذايا، فما حاجة يعني الكرهبة تولي تكسيلاري وحدها وما عادش تسكت بالكونتاكت أو بالمفتاح، ما عادش تسكت، تولي بالسيف، يعني بالسيف تقعد تخليها تخدم وحدها وتولي تدخن وتولي تعمل حالة. في الحالة هذه ماذا به الإنسان يتعلم حالة كما هيك، يجي يحاول أولا إذا كان صارت له في الثنية وهو يجري والكرهبة تمشي، يحاول ما ينزلش على المبرياج، يخلي الفيتاس كما هو وينقص بالفراء، ينقص بالفراء ويوقف على اليمين لين يكليها، لين توقف ما عادش تسكت، لين توقف ما عادش تمشي، يعني ما ينزلش على المبرياج باش الموتور ما يكسليش على كيفه باش نجم يمنع. وفما حالة أخرى إذا كان عملتها لك وأنت واقف، حاول تحط دوزيام ترويزيام كاتريام أي فيتاس منهم وتسيبها بشويه بشويه كانك باش تخرج وانت نازل على الفران او جاب الفران باش هي تسكت وتتكلى باش الموتور ما يطرشكش، خاطر الموتور كي يقعد يخدم وحده يعمل قماش ويطرشك. فالكرهبه هذه عملت صارت له المشكل هذايا، باش نشوفوا شنو اللي صار في الموتور. هذه الحكايه اللي حكيتها لكم في الاول اللي هي الموتور اكسيليرا بالفرق، يعني عمل اكسيليرا فون، يعني لين عمل القماج وحده ونشوفوا البيستون كيفاش ولا البيستون ذاب، هذايا وهذايا البيستون كيف ذاب. شوفي هذا مزوز قاعدين لاباس عليهم، اللي هما معناتها دو سيلندر ذابوا، هذا ينجم يعملها الانجكتور ونجم يعملها نقص زيت، يعني مزوز يعملوها والأكثرية يعملها كان الانجكتور تلقاه يبخ أكثر من اللازم، يعمل نجم يعملها.